يعد وائل رياض شيتوس أحد أمهر اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، حيث امتلك من المهارات ما جعله لاعباً مميزاً بين أقرانه. ورغم الإصابات المتلاحقة التي تعرض لها، إلا أنه استطاع تحقيق تاريخ يفخر به أي لاعب. بلغ شيتوس مرحلة التوهج الكروي أثناء مشاركته مع منتخب الشباب في كأس العالم التي أقيمت في الأرجنتين 2001، وبعدما نجح برفقة زملائه وتحت قيادة مميزة من الجهاز الفني الذي يقوده شوقي غريب في تحقيق الإنجاز الأبرز في تاريخ كرة القدم المصرية بعد الفوز ببرونزية كأس العالم. عقب التألق في البطولة، توقع الجميع مستقبلاً باهر لوائل رياض، إلا أن الإصابات كانت لها الكلمة العليا على مسيرة اللاعب، لتجبره على الاعتزال مبكراً بعد التعرض لثلاث إصابات في الرباط الصليبي للركبة. مسيرة شيتوس مع كرة القدم مليئة بالألقاب والإنجازات، فاللاعب نجح في تحقيق ما يزيد عن 10 ألقاب ما بين محلية وقارية. بعد الاعتزال اتجه وائل رياض لعالم التدريب، فبدأ في الجهاز المعاون للكابتن شوقي غريب في فريق الإنتاج الحربي، ثم تواجد أيضاً معه كمدرب مساعد للمنتخب الأولمبي، وحققوا إنجازاً كبيراً باقتناس لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاماً والتأهل لأولمبياد طوكيو 2021. عن مسيرته الكروية الرائعة وأصعب اللحظات التي عاشها وطموحاته التدريبية ورؤيته للكرة المصرية في الفترة الأخيرة وكأس رابطة الأندية ورأيه في مستوى مصر في كأس الأمم الإفريقية، يتحدث وائل رياض شيتوس مع كريم رمزي في رقم 10. يا رب حضراتكم مرة أخرى ضيف النهاردة هو أنا بحبه كمشجع كمتابع، أصل أنتوا في بعض الشباب الصغير كده ملحقش شيتوس ملحقش وائل رياض في الملعب، بس هو اللعيب اللي أنت كنت تحبه، المهاري السريع الشويط اللي عنده مميزات كتير، حظ عاسر شوية عرق للمسيرة العظيمة اللي كان ممكن يعملها وائل رياض، بس يفضل نجم أو موهبة من المواهب النادرة اللي جت في تاريخ الكرة المصرية. كابتن الكبير كابتن وائل رياض نجم النادي الأهلي الأسبق المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي، يا كابتن وائل مشرف ومنور. ربنا يخليك يا كريم، وميرسي جدا على المقدمة الجميلة دي وعلى التقرير المحترم ده. في البداية عايز أبارك لك على البرنامج، يعني حاجة مميزة جدا، واسم البرنامج عزيز جدا على قلبي. شفت بقى؟ طبعا، لان بقى. عايز اقول لك يعني لما اعلنت البرنامج ان انت هتعمل برنامج جديد في القناه الاولى واعلنت ان هو اسمه رقم 10، انا اتخطفت. مشاعر ما بين فرحه وما بين يعني ده المفروض برنامجي، مع ان انا مش شغال في الاعلام، ولكن عارف يعني الرقم طبعا عزيز جدا، لان يعني لبست الرقم ده في النادي الاهلي، فطبعا ببارك لك وحاجه كويسه واسم مميز. بس خليني يعني اخد دور المذيع لمده دقيقه. يلا براحتك. ليه اسم رقم 10؟ عشان رقم 10 هو اللي مرتبط بالناس او مرتبط مع الناس اللي بتحب الكوره في العالم كله بالنجم، انه اي حد رقم 10 ده نجم. اي حد رقم 10 ده جامد. رقم 10 ده مثلا ممكن يبقى مكان حضرتك دلوقتي لاعب كره طايره، لاعبه باسكت، أدام جت هنا هي بالنسبة لنا رقم 10. فرقم 10 مرتبط عند الناس دايما بالنجم اللي هو رقم، وفي مصطلحات الكورة الناس تحب رقم 10. أكيد طبعا، أول ما تشوف واحد لابس رقم 10 ده نجم كده كده، من غير ما يشوفه حتى بيلعب، هو ما دام واخد الرقم ده يبقى هو أكيد فيه تميز. ربنا يوفقك، وطبعا تيم الإعداد كله بتاعك حبايبي وأصحابي، فإن شاء الله تبقى حلقة شرف ومنور. أنا عايز قبل ما أخش بقى في منتخب مصر والنادي الأهلي والمنتخب الأولمبي وخلافه، أسألك على التقرير ده. أنت وأنت بتتفرج أكيد في لحظات عظيمة وسعيدة عشتها مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر. بص، هو التقرير طبعا كويس جدا وكل حاجة، بس اللي الناس متعرفوش أن أنا متعورتش كتير. أنا هقول تعويرة بطلت، يعني أنا ما اتصبتش في حياتي في الكورة. قعدت فترات مصاب واطلع من إصابة أخش في إصابة، أنا ما عملش كده. أنا أول إصابة حقيقية جات لي هي الرباط الصليبي. ورباط صليبي جه في رباط صليبي في رباط صليبي، ثلاثة رباط صليبي في سنة ونص.
فما لحقتش لا اتعالج كويس ولا ارجع اتاهل كويس، فهو ده اللي هو ده اللي بطلني. انما انا ما اتعورتش في حياتي، يعني انا ما كنتش من اللعيبه اللي بتتعور، لان كنت بتمرن كويس قوي، فما كانش عندي مشكله في الخلفيه ولا في الاماميه ولا في السمانه ولا في الكلام ده كله. كانت اصاباتي كلها اصابات اجهاديه عاديه زي كل اللعيبه. انما اول اصابه حقيقيه جات لي هي اصابه الرباط الصليبي، وهي اللي بطلت فيها وانا عندي 28 سنه. بطلت عشان انت مش قادر، ولا بطلت عشان حسيت بقى انه لا انا خروجي من النادي الاهلي مش هيخليني عايز او استمتع بالكوره تاني او اكمل تاني؟ هو الـ الناس مش واخده بالها منه ان انا لما خرجت من النادي الاهلي رحت منتخب مصر الاول مع كابتن حسن شحاته، وعملت مباريات هايله مع المصري للاتصالات ساعتها. فلا بالعكس، انا تالقت بشكل كبير وانا موجود في النادي الاهلي، وكمان لما مشيت من النادي الاهلي. انما انا بطلت لان انا عملت غلطه. وانا بتاهل من الرباط الصليبي الثالث، لما جات لي ثالث مره قررت ان انا هبطل لمده، فعلا كان الرباط الصليبي ساعتها بيتجاوز ما بين 4 شهور ونص 5 شهور وبتنزل تلعب. وانا يمكن ممكن كانت يعني تسرعي هو ده اللي كان بيخليني ان انا ما بقاش موجود في الملعب بشكل كبير. انما قررت ان انا اقعد في الاصابه في التاهيل حوالي 9 شهور. الغلطه اللي عملتها ان انا اشتغلت في الاعلام وانا باهل. انا كنت قاعد القعده بتاعتك دي ورجليا من تحت معايا العكازات وحاطط عكازاتي وكل حاجه. الصبح بتاهل من الاصابه، وبالليل بيبقى عندي برنامج هوا. فده انطباع للناس وللمدربين بطل. للمدربين تحديدا ان وائل بطل. لان بقيت بعمل مداخلات مع المدربين وبسالهم في طريقه اللعب وفي التشكيل وفي التكتيك وفي التغيير، بعمل مداخلات مع كل الناس، فالناس خلاص ابتدت تاخد انطباع ان وائل بطل. فلما جيت بقيت سليم، فبقول لهم يا جماعه يلا بقى عشان انا هبدا. لا تبدا ايه، انت مش مبطل. لا انا ما بطلتش. فهي دي الغلطه اللي انا عملتها. فرحت خلاص بقى، قلت خلاص ما دام الناس اخذت الانطباع ده اكمل في الاعلام، وفعلا كملت. ليه ما كملتش الاعلام؟ ليه ما كملتش في الاعلام وانت كنت زهقت؟ زهقت يعني. جت فتره انا اشتغلت من 2009 لغايه 2014، 6 سنين اعلام ولا 5 سنين اعلام. جت في فتره يمكن برضو تبطيلي بدري هو ده اللي خلاني احن تاني للملعب واحن تاني للتكتيك بتاع الملعب. وكمان كان يعني كان دايما مانويل جوزيف في النادي الاهلي يقول لي انت من الناس اللي هتبقى مدربين كويسين، يعني هتبقى مدرب كويس لانك بتفهم عندك ثقافه خططيه كويسه. فكان عندي دايما يعني حاجه حنين للملعب او للمستطيل الاخضر لطريقه اللعب للقصه كلها. فقلت الاعلام ممكن يترجع له في اي ثانيه. يعني ممكن وانت مش قادر وانت كبير في السن ترجع تشتغل اعلام، ما فيهاش مشكله. انما التدريب لو ما دخلتش في وقت معين مش هعرف ان انا اخش التدريب. بالظبط كده. انما انا لو دلوقتي وقفت مسيرتي في التدريب وقعدت سنه اشتغل اعلام ورجعت تاني للتدريب، انا عندي سي في في التدريب دلوقتي اقدر ان انا استند له. انما الاعلام يعني مثلا دلوقتي كابتن شوبير مثلا، كابتن مدحت شلبي، كابتن خالد الغندور، اي حد من اللي اشتغلوا اعلام من ساعه ما بطلوا صعب جدا ان هم دلوقتي الناس مش هتتقبلهم كمدربين اصلا. انما انا لو اشتغلت دلوقتي مدرب والناس شافتني وعملت انجازات في التدريب مع كابتن شوقي غريب كمساعد مدرب معاه، ورجعت دلوقتي للاعلام، اشتغلت فتره في الاعلام ورجعت تاني للتدريب، اكيد الموضوع هيبقى مقبول عند الناس. طب عايز انط بقى بسؤال يعني براحتك. لا هنط قوي كمان، انه قبل ما اكلمك على المنتخب الاولمبي وشغلك مع كابتن شوقي غريب، سواء مع الانتاج او مع مسيرتك مع كابتن شوقي غريب لحد ما هي مكمله لحد دلوقتي بنجاح، امتى بتفكر في خطواتك اللي جايه؟ يعني امتى بتقول مثلا لا انا عايز ابقى مدير فني سنه كذا؟ دلوقتي اه ما عنديش مشكله خالص دلوقتي. يعني في ناس ابتدت تتكلم معايا، فما عنديش مشكله خالص. انا شايف من السنه اللي فاتت كمان بقى يعني انا حاسس بنفسي ان انا ممكن اقود فريق. قلتها وبقولها وهفضل اقولها، واللي بيشتغلوا في الكوره واللي في الوسط عارفين ان الشغل مع شوقي غريب السنه بسنتين ثلاثه، لان هو عنده من الخبرات وعنده من الخبرات مش الفنيه بس، في التعامل كمان، يخليك ان انت لو قاعد مركز هتتعلم حاجات كتير جدا 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 تفيدك كشغل. فانا استفدت من شغلي مع كابتن شوقي غريب من 2016 اهو بنشتغل مع بعض لغايه النهارده، فانت بتتكلم في 6 سنين بساعد كابتن شوقي واشتغلت معاه كاتنين نموذج، النموذج اليومي في الانتاج الحربي في الانديه، انك برضو بتشوفه كل يوم وبتلعب كل اسبوع ماتش وبتتعرض لهزيمه وبتتعرض لمكسب وبتتعرض لتعادل، كل الظروف دي بتتعرض لها لمده سنتين. وبعد كده بتشتغل بنظام مختلف خالص، بنظام مدربين منتخبات اللي هو بتشتغل برنامج
عندك كل 3 شهور اسبوع تشتغل عليه، بتشتغل على انك تشتغل حاجات خططيه فقط لا غير. الحاجات البدنيه قليله جدا لانك بتشتغل خططي عشان مباراه معينه او عشان بطوله معينه. فالنموذجين دول انك تاخدهم وانت صغير مع مدرب باسم وحجم شوقي غريب، اعتقد فرقوا جدا او هيفرقوا جدا في شخصيتي التدريبيه. الا اعتقد ان هي من السنه اللي فاتت زي ما بقول لك، اعتقد مؤهل ان انا لو في فريق عنده امكانيات وعنده بلان معينه كويسه اقدر ان انا بكون موجود اشتغل على طول. طيب مش عايز اقطع الحوار الممتع دوت، بس معانا برضو واحد من الشخصيات المحترمه جدا من المدربين اللي متوسمين فيهم خير جدا، عمل اداء رائع جدا النهارده ومباراه كبيره قدام نادي الزمالك، كابتن الكبير كابتن مجدي عبد العاطي. يا كابتن مجدي مشرف ومنور، مليون المبروك الفوز النهارده على نادي الزمالك في كاس الرابطه. كريم حبيبي ربنا يخليك، الله يبارك فيك، وتحياتي ليك وتحياتي لكابتن شيتوس التاريخ. كابتن مجدي انت اللي تاريخ والله، انت عارف. بس يعني انا عايز اقول لك على حاجه، انا برضو من الحاجات الكويسه، مجدي صاحبي جدا عشان تبقى عارف. مجدي في الدوري في الماتشات اللي بنتكلم فيها قبلها على طول ربنا بيكرمه وبيكسب. شوف لما بيبعد عني بيحصل تعثر. انا بقى دي الحقيقه دي ولا يا مجدي؟ قول الامانه. خد انجازات، خد انجازاتك وشغلك لنفسه. ها كابتن مجدي، يا كابتن كريم بقول لك خد انجازاتك وشغلك لنفسه، يعني اي مكسب انت بتعمله بسبب الكابتن وائل رياض اتصل بيك. لازم يبقى موجود في الصوره، هو وش خير على الناس كلها. مليون مبروك يا كابتن مجدي، النهارده مباراه كبيره الفرق قدام نادي الزمالك، فوز بهدفين في كاس الرابطه، اكيد فوز غالي ومهم جدا. الحمد لله والله يبارك فيك يا كريم، والحمد لله يعني ماتش كويس جدا. وانا شايف الحقيقه البطوله كاس الرابطه دي مفيده جدا لكل الانديه، ومعموله في وقت نموذج لكل الانديه. انت بتدور على ماتشات وديه وبتدور على معسكرات، هو يعني غلف لك كل ده في بطوله رسميه وتعدي فيها اللعيبه بتاعتك عشان تدخل على مباراه الدوري وانت مستعد، وفي نفس الوقت يبقى عندك التجارب اللي انت عايز، او يعني اللعيبه البعيده عن المفاجاه الاساسيه في الدوري تقدر تدعم وتديها فرصه وتقربها من اللعيبه الاساسيه. تجربه مفيده جدا، والحمد لله احنا شغالين عليها بشكل كويس. ادينا المباراه الاولى امام سيراميكا بشكل كويس جدا، ولكن خسرنا المباراه. النهارده الحمد لله عملنا مباراه كويسه جدا امام نادي كبير زي نادي الزمالك، وقدرنا نكسب بهدفين. بشوف الحمد لله ان المباراتين الاثنين فيهم مكاسب كتير جدا يعني الحمد لله. وضعت فرص كمان يا كابتن مجدي النهارده، يعني محمد عواد تألق جدا النهارده مع الزمالك. ما يعني بقول لك من نجوم المباراه نادي الزمالك عواد النهارده وكابتن محمد عبد الشافي، يعني الحمد لله احنا في اغلب اوقات المباراه لنا سيستم ولنا نظام ولنا سيطره، والحمد لله ولنا فرص في الشوط الاولاني وفرص في الشوط الثاني. فانا بتكلم في ان انت سنه اولى دوري ممتاز وفرقه متكونه من جديد، وتلعب قدام نادي كبير زي نادي الزمالك ايا كان، حتى لو في غياب عنصر او اثنين من العناصر الاساسيه مع المنتخب، لكن بتادي بالشكل ده وعندك كم من فرص دي وعندك نسبه استحواذ دي، الحمد لله بشوف ان هي تجربه ناجحه جدا ومباراه مفيده جدا لينا في كل الفكره. طيب المساعده يعني انا كابتن مجدي افهم انه صعب في اول سنه ليك في الدوري الممتاز انك تنافس على دوري، او حتى تبقى موجود، يعني ممكن تبقى موجود من الاربعه طبعا، بس صعب انك تنافس. يعني مش مقدرش اسالك انت تقدر تنافس على الدوري السنه دي فتقول لي اه او لا، لكن اقدر اقول لك تقدر تنافس على كاس الرابطه السنه دي، ممكن تكون هدف بالنسبه لك انك تفوز بالبطوله. يعني الحاجه الكويسه كابتن كريم، كل فرقه داخله كاس الرابطه دي وهي عينها ان لازم يبقى ليها دور ولازم تنافس. في ناس واخده الشقين وانا منهم، ان انا اقدر اجهز اللعيبه بتاعتي واخليها على مسافه واحده من الحاله الفنيه والبدنيه والتكتيكيه قبل مباراه الدوري، وفي نفس الوقت ابقى ماشي على الصعيد الثاني في ان انا ما ابعدش عن المنافسه واقدر اوصل لابعد مدى في البطوله دي، وخاصه ان هي اول مره تتعمل ومعموله بشكل كويس جدا. واعتقد ان هي مع يعني مع الوقت البطوله دي لو الرابطه يعني دامت على تنفيذ البطوله دي هيبقى لها شكل وهتاخد شكل كبير جدا، وتبقى مع الدوري وكاس مصر يعني بطوله ثالثه مفيده جدا، وتنظيمها ووقتها كل دي عوامل بتساعد البطوله على النجاح يعني.
صحيح كابتن الكبير كابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق فاركو، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب كابتن وائل، المنتخب الاولمبي تجربه مع كابتن شوقي غريب عليها هجوم وانتقادات، وانت تعايشت مع الكلام ده كله، وفي تجربه جديده. مش عايز ارجع قوي للقديم، وعايز اتكلم عن الجديد. منتخب جديد دلوقتي انتوا بتعملوه، بتشتغلوا معاه، بتطلع لنا مواهب جديده، نجوم جديده، واحنا شفنا لاعبين من المنتخب الاولمبي دلوقتي بقوا قوام اساسي للمنتخب الاول. طمنا بقى على الحال دلوقتي. لا، ما هو عشان نتكلم في الجديد لازم نتكلم في القديم. يلا. لان القديم هو المؤشر وهو اللي خلاك تمسك الجديد. يعني مش مجامله؟ مجامله لمين؟ يعني مين في الجهاز ممكن يكون اتجامل في ان هو يمسك منتخب مصر الاولمبي؟ ده رقم واحد. مين ممكن ياخد، مين يبقى عنده الجرأه انه يجامل في حاجه تحمل اسم مصر؟ المجامله قد تكون في انديه، مش فيرست تيم كمان، قد تكون في قطاعات ناشئين، قد تكون في اي حاجه، انما لما تحمل الشعار الخاص بالاتحاد المصري لكره القدم وعلم مصر واسم مصر وحاجه بتمثل فيها مصر، اعتقد صعب جدا يبقى فيها مجامله. لان السفراء اللي بيتعينوا اعتقد والدبلوماسيين اعتقد صعب جدا يبقى فيها مجامله، لانك بتمثل بلد. فمفيش حد عنده الجراه انه يقدر ياخد على عاتقه قصه انه يجامل في حد يمسك منتخب مصر. ده رقم واحد. وكل اللي ماسكين، لو مسكت واحد في الجهاز من اصغر واحد لاكبر واحد سنا ومقاما، هتلاقي كم من الانجازات سواء مدرب او لاعب يخليه مش يمسك منتخب مصر، يمسك منتخب البرازيل. يعني ما فيهاش مشاكل خالص. خلينا نتكلم في السي في او بالارقام والنتائج عشان الناس اللي مش عارفه تعرف الارقام بتقول ايه والنتائج بتقول ايه والمطلوب بيقول ايه. صحيح. انت لما بتوكل ليك مهمه بتقول والله انا عندي تارجت او هدف 1 2 3. طيب الهدف من المنتخبات او المنتخب الاولمبي اللي تم تعيين جهازه سنه 2018 هو ايه؟ هو الصعود والتاهل لاولمبياد طوكيو. طيب الصعود والتاهل لاولمبياد طوكيو بتتطلب ايه؟ تتطلب ان انت تبقى في بطوله افريقيا اللي مقامه في مصر في 2019 انك تبقى من اول ثلاثه. المركز الثالث زي المركز الثاني زي المركز الاول، انك توصل الاولمبياد. طب انت حصل وان انت تاهلت وانت بطل افريقي وانت المركز الاول. 5 مباريات افريقيه قويه جدا، ضد منتخب غانا، ضد منتخب ساحل العاج، ضد منتخب جنوب افريقيا، ضد منتخب انا قلت مالي صح؟ نعم قلت مالي. ضد المنتخب الخامس هنفتكر واحنا بنتكلم مع بعض، انما 5 مباريات قويه جدا تخليك ان انت تاخد البطوله الافريقيه وتتاهل للاولمبياد بتاع طوكيو وانت اول وانت بطل افريقي. اذا التارجت الاولاني انك تتاهل، تاهلت. صح. طيب التارجت الثاني على فكره، يعني انا مش عارف هل ينفع ان انا اقول الكلام ده ولا لا، بس في انت كمنتخبات اولمبيه بتقدم للجنه الاولمبيه بتقول ان انت هتعمل ايه، او انت رايح الاولمبياد عشان توصل لايه. واحنا مقدمين فعلا ان احنا هنعدي الدور الاول في الاولمبياد. اللي قبلينا الاولمبياد اللي قبلينا كانت 2012 مع كابتن هاني رمزي، وتاهلوا ووصلوا للدور دور الثمانيه، وخرجوا من اليابان وهم مغلوبين 3-0 او 3-1 مش فاكر بالظبط النتيجه ايه، وتم استقبالهم في مصر استقبال كويس. احنا مغلوبين من البرازيل حامل لقب 2016 واخد البطوله في السنه اللي اتغلبنا اللي كسبنا فيها 1-0، والناس بتنتقد انتقاد شديد جدا جدا جدا. لو بنتكلم على مستوى النتيجه، انك تتغلب من البرازيل مش كارثه في الكوره. يعني ده المنطقي بيقول انك تتغلب من البرازيل. كان ممكن يكون في جهد اكتر، بتحصل. هو ده اللي اتقال، كان ممكن انه يبقى شكلنا بس كان يبقى معقول. طيب هو بس الناس مش واخده بالها، واللي اشتغلوا في الكوره يعرفوا ان انت ما كانش في مساحه خالص في التوقيت، في اجهاد غير طبيعي عند اللعيبه، غير طبيعي.
انت عمال تتنطط من بلد لبلد من مكان لمكان، ما بتلعبش في استاد واحد ماتشين ثلاثه ورا بعض، فانت عمال تتنطط. وفي اليابان المسافات بعيده جدا، صح. المسافات بعيده جدا ما بين يعني الكلام مريح، يعني القطر اللي ركبناه مريح ولكن مسافه طويله، الطياره اللي ركبناها مريحه ولكن المسافه بتتنقل من مكان لمكان، وده مرهق بالنسبه للعيبه، وبتلعب كل 48 ساعه ماتش، اذا الموضوع مرهق جدا. فانك توصل انك تعمل ده مع البرازيل وانت ما تقطعتش كوره، يعني انت ما فيش يعني ما تهرستش في الكوره في ماتش البرازيل عشان نقدر نقول ان احنا طلعنا بفضيحه، لا الموضوع كان ما فيش مشكله، انت ضيعت برضو كورتين ثلاثه كان ممكن انت ترجع بيهم. الناس ما اتكلمتش عن ده واتكلمت عن ان انت خرجت من دور الثمانيه، طيب احنا خرجنا من دور الثمانيه من البرازيل، وانا شايف ان ده كلام زي ما بقول لك كريم، ده منطقي في الكوره او كلام متواجد عليه. كون ان احنا علينا او علينا سقف طموحات الناس دي حاجه ما تحسب لنا برضو. يعني تحسب لنا ان احنا كجهاز فني وكلاعبين علينا سقف الطموحات ان انت عايز تكسب البرازيل. لا مش بس كده، انتوا رايحين البطوله قلنا ليه ما نكسبش الاولمبياد؟ لا معلش ارجع بقى للنقطه دي مهمه جدا، لان كل الناس اول ما شافت قرعه الاولمبياد قالت احنا مش هنوصل اصلا للدور اللي بعد كده. اول ما شفتوا اسبانيا واول ما شفتوا الارجنتين واول ما شفتوا استراليا قلتوا احنا مستحيل هنصعد، قلتوا اسبانيا ومجموعه ناريه ومجموعه الموت، انا فاكر كل حاجه وبدون كل حاجه لان انا مركز جدا في كلام الناس، لدرجه ان انا ساعتها قلت لنفسي الحمد لله الناس شالت من علينا الضغط، يعني الجمهور والمحللين والخبراء شالوا من علينا الضغط. بس لما راحوا شافونا اول مباراه امام اسبانيا وعملنا مباراه من الناحيه الخططيه زي ما بيقول كتاب الكوره، الناس بقى سقف طموحاتها عالي وتاهلنا. يعني فالناس نسيت الانجاز بتاع التاهل، وجت مسكت في ماتش البرازيل انت ما اديتش بالشكل اللي هم كانوا عايزينه، وان انت ما تفتحش اللعب. افتح اللعب قدام مين؟ أيوه. انا كمدرب افتح اللعب قدام البرازيل؟ انا قلت الجمله دي، لا انا قلت الجمله دي الاهم بقى قدام اسبانيا، يعني اللي بعض اللي انتقدوا قدام اسبانيا قال لك ايه كنا المفروض نفتح قدام اسبانيا، اسبانيا هم اصلا كان جاي لك بتشكيله فيها ست لاعبين من اللي كانوا بيلعبوا في اليورو اساسا، فهي يعني مع كامل مستحيل طبعا، طبعا يعني كانت صعبه. فانا ساعتها قلت انه عملنا مباراه كبيره جدا قدام اسبانيا، طبعا كبيره جدا طبعا. فانت مستحيل لو مدرب عاقل ومدرب يعني وكل الوسط فيه مدربين كبار ومحللين كبار وبيتكلموا بشكل فعلا منطقي، ان ما ينفعش ان انت كنت تفتح اللعب. طيب خلينا بقى ننتقل بعد كده للمنتخب الجديد او التعيين اللي تم مره اخرى. في ناس لازم تفهم ان احنا ما تمتش اقالتنا، انت بالفعل كل العقود بتاعتنا بتنتهي مع انتهاء الاولمبياد، سواء خدت عاشر الاولمبياد سواء خدت الميداليه الذهبيه في الاولمبياد، انت عقدك بينتهي لان الجيل بينتهي لان البطولات بتنتهي، فاحنا كده كده العقد انتهى فعليا في بعد يوم 30/7 بالظبط العقد بتاعنا انتهى. طيب بعد ما العقد بتاعنا انتهى احنا متواجدين، تم تعييننا مرة أخرى لأن المسؤولين عن الاتحاد شافوا أن لو قارنا النتائج أو قارنا الاسم بتاع شوقي غريب وجهازه مع أي حد مقترح، أي حد أو أي اسم مقترح في المرحلة السنية دي، لا شوقي غريب يتفوق بدليل النتائج اللي اتعملت. لما احنا نبقى مقدمين ان احنا هنعمل كذا وهنصعد كذا وحققنا التارجت بنسبة 100%، زائد يا كريم في نقطة مهمة ممكن قلتها قبل كده وبقولها تاني، ان في المنتخبات ما دون المنتخب الاول انت من ضمن الاهداف التانية بتاعتك غير المنافسات في البطولات اللي انت بتشارك فيها انك تصعد لعيبة. لما انت دلوقتي بتقول ان في 9 أو 10 لعيبة موجودين كقوام اساسي للمنتخب الاول في الكاس الامم الافريقية، ده نجاح، ده نجاح للتيم. لما يبقى في مدرب كان موجود معاك في الاولمبياد بقى موجود في الجهاز الفني للفريق الاول، ده نجاح للجهاز. اذا انت بكل المقاييس بكل المقاييس انت جهاز ناجح. فالجهاز ده شافه المهندس احمد مجاهد و المسؤولين معاه ان دول ممكن ان هم يعملوا جيل كويس تاني مره اخرى. هسيبك تسترسل بس برضو انا بحاول اقول لك راي الناس على فكره. طبعًا. انا من الناس المؤمنه انه الكابتن شوقي غريب كان لازم يبقى موجود تاني. تمام. من المجموعه الصغيره دي اللي كان فيها اعتراضات كتير، بس برضو حد يجي يقول لك يعني هو ما فيش غير الكابتن شوقي غريب وجهازه اللي معاه، يعني مصر كلها يا جماعه ما عندناش مدربين وما عندناش اسماء عشان تضطر يعني تضطر تجيب الكابتن شوقي غريب تاني؟ هو ده برضو رد فعل منطقي. طب هو 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 نادي فلان لما بيجيب واحد 3-4 ولايات ما فيش غيره،
ما مانو جوزيه جه مسك الاهلي ثلاث مرات اداره النادي الاهلي ما سالتش ليه وما فيش غير مانو جوزيه هو كابتن حسام بدري ما مسك النادي الاهلي مرتين ولا ولايتين ثلاثه ما نفس الكلام هو كارتيرون لما راح وجه نادي الزمالك ما فيش غير كارتيرون هو ارسن فينجر لما مسك ارسنال 15 ولا 20 سنه ما فيش غير في انجلترا الدنيا اتقلبت لا الموضوع مش كده الموضوع ان اللي ماسك وبيدير شايف من وجهه نظره الشخصيه ان دول انسب مجموعه ان ده انسب واحد للمكان فاذا انت ما تحجرش على ان لازم هو في هو الناس كلها من حقها ان يبقى عندها فرص او من حقها ان هي تطمح في الفرص انما في الاخر واحد بيدير او مجموعه بتدير او مجلس بيدير شايف من وجهه نظره ان ده الاوقع شايفهم ناجحين كمان شايفهم ناجحين بالارقام وبكل حاجه شايف ان دول ناجحين عشان ده بس الناجحين دي هي اللي ترد على الكلام اللي انت قلته انه مانو جوزيه رجع ثلاث مرات عشان كان راجل ناجح حسام بدري لما خد الاهلي ولايتين او ثلاثه كان ناجح ارسن فينجر قعد 20 سنه قعد فيهم فتره ناجح وفتره لا بس كان ناجح بالظبط فهو يعني من وجهه نظره من ان انتوا ناس ناجحه وبالتالي الناس دي تكمل بالظبط هو اللي بيدير المنظومه دي فشايف ان هو عايز ينجح بالمجموعه دي هو دي وجهه نظره انما ما فيش حاجه اسمها المكان ده لازم نغير فيه كل شويه لا لا مش شرط ممكن تغير وممكن لا بالزبط. يعني مش شرط انك تعمل التغيير للتغيير وخلاص مش التغيير للتغيير وخلاص انت لما تيجي تغير لازم تغير عشان يا اما شايف ان في اخفاقات يا اما شايف ان انت فايق عايز فكر جديد تعمل حاجه جديده صح. اللي بيدير ساعتها قال لا انا عايز امشي بنفس الفكر القديم اللي منجحني وصلني وخلاني اخد بطوله افريقيا ووصلني للاولمبياد وهو الوحيد صاحب الميداليه الذهبيه الميداليه البرونزيه في تاريخ او الميداليه العالميه في تاريخ كره القدم في مصر فعشان كده جبت شوقي غريب صحيح انا مش طالع ان انا ادافع عن شوقي غريب عشان شوقي غريب اكيد اضرب يعني يقدر يدافع عن نفسه او هو احنا مش في موقع اتهام عشان ندافع عن نفسنا ونقول السي في بتاعنا والكلام ده كله انما في نفس الوقت انا بقول وبنادي وبتكلم ولو انا شغال في الاعلام هقول نفس الكلام ان كل واحد من حقه ان هو يطمح وكل واحد من حقه ان هو ياخد فرصه انما خلاص طالما اللي بيدير جاب ناس معينه يبقى خصوصا في مصر يعني يعني في موقع في مصر مش نادي لا خلاص كله يلتف وكله يدعم وكله يشوف لغايه يا ممكن نخفق ممكن لان البطوله الموضوع صعب جدا انا كريم خلي بالك الموضوع اللي صعب جدا وانا عارف ان انتوا دلوقتي الموضوع صعب جدا في تكوين جيل جديد طبعاً. كمان للمنتخب الاولمبي بس هروح لفاصل ونكمل هذا الحوار الممتع جدا مع الكابتن الكبير كابتن وائل رياض شيتوس بعد هذا الفاصل خليكم معنا يا رب حضراتكم مرة أخرى لسه مكملين هذا الحوار الممتع مع الكابتن الكبير كابتن وائل رياض بس عايز أقول لكم خبر عاجل صفقة انتقال مصطفى فتحي لنادي التعاون السعودي مهددة بالفشل ليه؟ أنتوا عارفين إن الصفقة مقابل مليون دولار ونادي الزمالك عايزهم على دفعة واحدة ونادي التعاون عايزها على دفعتين مين بقى دخل على الخط؟ مين دخل على الخط عشان ياخد مصطفى فتحي؟ نادي الحزم السعودي ايضا ممكن ربما تتحول الدفه لنادي الحزم خلال الساعات القادمه لو ما اتحلتش هذه المشكله مع نادي التعاون السعودي ربما يكون مصطفى فتحي في نادي الحزم السعودي. طيب هذا الجيل الحالي للمنتخب الاولمبي اللي انتم بداتوا تكونوه وبصراحه اشهد للكابتن شوقي غريب واشهد لجهازكم انه من احسن الاجهزه الفنيه تقدر تكون لاعبين او تجمع لاعبين لاي منتخب سواء منتخب شباب او منتخب اولمبي طمنا بقى على الجيل الحالي للمنتخب الاولمبي. طيب احنا بالفعل بدانا الشغل بتاعنا وعملنا معسكرين وقدرنا ان احنا في المعسكرين يا كريم نتفرج على 130 لاعب 130 لاعب من ثلاث اماكن، ايه الثلاث اماكن اللي احنا اتفرجنا عليهم فيهم او ان احنا جمعنا ال 130 لاعب فيهم؟ اولا الناس اللي بتلعب في الفيرست تيم او تتمرن مع الفيرست تيم في انديتها، ثانيا اللعيبه اللي بتلعب في دوري الجمهوريه مواليد 2001، ثالثا الناس اللي بتلعب في دوري الدرجه الثانيه. عايز اقول لك ان القسم الثاني فيه منجم لاعبين وفيه لاعبين بجد مؤهلين ان هم يكونوا موجودين في
انديه الدوري الممتاز بشكل قوي في منتخب مصر الاولمبي، وفعلا اتفرجنا عليهم واتفرجنا على زي ما بقول لك الكم الكبير ده من اللعيبه. يعني لسه سامعين ان في 2 لعيبه من اللي احنا جبناهم من الدرجه الثانيه انتقلوا للفرق بتاعه الدوري الممتاز، في محمد فوزي او احمد فوزي من سبورتنج راح بالفعل بيراميدز، وفي لاعب مروان حمدي من نادي القناه بينتقل يا اما للاسماعيلي يا اما للبنك الاهلي، لسه رايح يعني احد الناديين. فعايز اقول لك ان اوريدي اللعيبه اللي احنا بنتفرج عليهم بيبقوا دلوقتي بقوا مطمع لانديه الدوري الممتاز، فبنتفرج على لعيبه كتير جدا في قوام للتيم مش كبير. يعني احنا لما مسكنا منتخب 97 المنتخب اللي فات كان في قوام واضح لان هم كانوا مع كابتن معتمد جمال من قبليها لعب ورسمي، انما المجموعه دي لو تفتكر كانت مع كابتن ربيع ياسين وما لعبوش رسمي صح. راحوا تونس وحصل احداث الكورونا والكلام ده كله وما لعبوش ولا مباراه رسميه. فالمنتخب ده حتى وقتنا الحالي ما عندنا ما لعبوش ولا مباراه رسميه. الناس برضو اللي كانت بتتكلم عن ان احنا فدي مرحلة اكيد اصعب بكتير من المرحلة اللي جدا قبل طبعا جدا، لانك انت ما عندكش قوام اساسي تقدر انت تبني عليه، انما انت بتتفرج على كل اللعيبة في يعني لعيبة واضح ان هي هتبقى من القوام الاساسي، انما في الاخر انت ما عندكش مباراة رسمية تقدر تتفرج على الفرقة دي لعبت في مباراة رسمية ما حصلتش مش زي الجيل اللي قبليه. يعني برضو من ضمن الكلام الكتير اللي طلع كريم على ان المنتخب ده او الجهاز ده بغض النظر بقى عن جهاز شوقي غريب جهاز اي حد من المدربين الكبار اللي ممكن يتولوا المهمه، ان هو هيقعد سنتين لغايه الاولمبياد. على فكره الموضوع مش كده، الموضوع ان انت عندك تصفيات افريقيه اصلا عشان تروح بطوله افريقيا. احنا هنا هو لعبنا بطوله افريقيا واحنا عشان احنا كنا اصحاب الارض فاحنا وعفينا من كل الادوار اللي قبل كده، انما احنا عندنا مباراه في شهر 10 اللي جاي على طول وعندنا كام اجنده اجندتين ثلاثه، يعني انت ما فيش وقت اصلا. المنتخب ده كان المفروض يتم تكوينه كريم لو الناس واعيه وفاهمه، كان المفروض يتم تكوينه بعد اولمبياد 2020. المنتخب ده اتاخر سنه لان الاولمبياد اتاخرت سنه، فإذا تكوين الجهاز وتكوين الفريق اتأخر سنة، فما فيش أي حاجة تقول إن الناس دي قاعدة تقبض زي ما من ضمن الاتهامات أو من ضمن الكلام قاعدة تقبض على الفاضي أو قاعدة وما عندهاش شغل لمدة سنتين. الناس كلها باصة للأولمبيات على إننا خلاص تأهلنا، إحنا عندنا ماتش شهر 10 صح. لو لا قدر الله حصل حاجة في شهر 10 لا في بطولة أفريقيا ولا في أولمبيات أصلا. وهي بصراحة يعني أنا مضطر ما ألعبش دور المذيع وأمشي معاك في الطريق ده، بس هو بتكلمني ليه ان انا باخد مرتب؟ يعني مش فاهم، يعني ما هو كل مدربين المنتخبات في العالم بيقعدوا. لا هو دي حاجه طبيعيه يعني مدرب المنتخبات، وبعدين احنا مش عارفين بيقعد فتره بيحضر وفتره بيجهز وفتره لا احنا مش قاعدين فاضيين والله، يعني الناس فاهمه ان احنا قاعدين فاضيين. هو لا الكلام ده كان بيتقال على الكابتن حسام بدو وبيتقال على كروش برده وبيتقال على اي مدرب بياخد يعني المفروض مدرب المنتخب ده ما ياخدش فلوس او يلعب كل يوم ماتش زي الدوري. لا هو مدرب المنتخب بيبقى عندنا اجتماعات، بيبقى عندنا مباريات، اي مباراه بتتلعب بنتفرج عليها، اي حاجه بنتكلم مع بعض ان احنا لازم نتابع اللعيب ده، لازم نتابع يا جماعه احنا في ورشه عمل مفتوحه على طول، يعني ال 24 ساعه ورش عمل ما بيننا مفتوحه بنتكلم وبننزل نتفرج على المباريات ونروح هنا ونروح هنا ونروح قسم تاني فاذا احنا الموضوع ما الناس ما تفتكرش ان مدرب المنتخبات قاعد كل 3 شهور بيتجمع، لا احنا كل 3 شهور بنشتغل مع الفريق اللي بنتفرج عليه الثلاث شهور اللي قبليها. صحيح، فاهم قصدي؟ صحيح. طيب عايز اخدك ليه منتخب مصر الاول، هو الحدث منتخب مصر الاول في كاس الامم الافريقيه انتقادات عنيفه وواضحه جدا لكروش في اول مباراتين تحديدا مباراه المنتخب النيجيري، استمرت شويه بعد كده في مباراه غينيا بيساو. رايك ايه في ادائنا في كاس الامم الافريقيه لاعبين وجهاز فني؟ طيب هو طبعا خلينا نتفق في الاول ان كروش اسم كبير في التدريب وعنده نجاحات وعنده حاجات كويسه عملها قبل كده، وتجاربنا مع المنتخب مع المدربين البرتغال تجارب ناجحه سواء يعني كلها على مستوى الانديه ولكن تجارب ناجحه. مانو جوزيه مع النادي الاهلي نجح، جوزالدو فيريرا مع الزمالك، فيريرا نجح مع نادي الزمالك، باتشيكو رجع نجح مع نادي الزمالك، وباتشيكو من ضمن الناس اللي راحت وجات مرتين برضو يعني طبعا يعني طبعا يعني عايز فييرا كان مدرب كويس برضو مظبوط، فييرا مدرب كويس ومرشح كل شويه ان هو يتولى فريق في مصر. ساو بنجادا نجح مع فنجادا نجح ونجح مع وكان موجود مع المنتخب الاولمبي قبل كده. صحيح، اذا عندنا التجارب ناجحه مع المدربين البرتغال لان هم ثقافتهم قريبه شويه مننا. صح، انما خليني اقول لك ان الناس كلها بعد التغيير بتاع كابتن حسام بدري اللي هو كان تغيير مفاجئ بسبب الاداء
ودي كانت حاجه جديده في عالم كره القدم انك بتغير عشان الاداء. مفيش مشكله عادي نبارك التغيير وكل حاجه، ولكن كنا متوسمين بان يحصل اداء مختلف شويه. ممكن الاداء لسه ما وصلش لمرحله المتعه بالنسبه للجمهور المصري او بالنسبه للشارع المصري او بالنسبه للراجل اللي بيتفرج وعايز يستمتع بالمنتخب المصري وبيستمتع باداء المنتخب المصري. بس خليني اقول لك ان في مرحله بتبقى الشعار النتيجه اهم من الاداء، واحنا في المرحله دي احنا في مرحله النتيجه اهم من الاداء. بص، معادله ما بين النتيجه والاداء هتفضل لغايه البيضه الاول ولا الفرخه. يعني هنفضل في الدايلمانه دي. بس هي المشكله يا كابتن وائل انه في اول مباراه ما كانش في نتيجه ولا اداء، عشان كده الناس كلها اتعصبت. يعني انت عارف برضو مباراه غينيا بيساو عدت شويه رغم ان الاداء ما كانش كويس عشان انت قلته ده. النتيجه 3 نقط. بس مباراه المنتخب النيجيري لا اداء ولا نتيجه وحاجات غريبه في الملعب. بص، الحاجات الغريبه تداركها في المباراه الثانيه، وبعد ما تداركها في المباراه الثانيه اعتقد لو لعب بنفس الطريقه ونفس اللعيبه في المباراه اللي جايه بتاعت بكره اعتقد ممكن يعمل اداء كويس، لان المكسب بيجيب مكسب والثقه بتجيب ثقه. ومنتخب مصر اعتقد في المباريات المجمعه او في البطولات المجمعه بيقدر ان هو واحده واحده يخش في الاجواء مره ثانيه. يعني مش عايزين نخش في مرحله تقييم دلوقتي، لان خلينا دايما نتكلم على ان التقييم لازم بعد المرحله. أيوة. مش في وسط المرحله. في وسط المرحله ده تفطيس. في وسط المرحله ده يبقى انا عندي اغراض معينه او اجنده معينه عايز ان انا اتكلم فيها، انما خلينا اخد المرحله بعد ما تنتهي ونبدا نقيم ونقول والله احنا كجمهور نقول والله كان الافضل ان يحصل كذا وكذا وكذا، والله الراجل لعبنا كوره كويسه، والله الراجل حقق نتائج كويسه، نبدا نشوف الكلام ده كله. صحيح. انما وكمان المسؤولين بقى هم اللي هيبقى التقييم بتاعهم تقييم مختلف عن تقييم الجمهور، لان هيقعدوا مع الراجل بالورقه والقلم ويشوفوا الدنيا فيها ايه. طب ايه اللي احنا كسبناه من بطوله افريقيا؟ طب وصلنا للمرحله دي ليه؟ طب ما وصلناش للمرحله ابعد ليه؟ طب احنا لو ربنا ان شاء الله اراد وخدنا البطوله، طب خدناها بلعب وباداء ولا ما خدناهاش بلعب وباداء؟ ونبدا نتكلم مع الراجل بس بعد المرحله. ايه رايك في عمر مرموش؟ لعيب كويس. لعيب كويس المباراتين اللي فاتوا، يعني ما كانش فايق شويه، انما هو في المجمل عنده امكانيات كويسه، محتاج وقت شويه. فاعتقد انما هو بروميسنج، لعيب واعد ومع المباريات الكتير اعتقد ممكن يبقى. انت اشتغلت مع عمر مرموش؟ طبعا. جبتوه يعني جبتوه في بعض كتير. المعسكرات. وما خدتوش الاولمبيات وعرفنا ليه يعني خلاص. دي قصه. بس عمر مرموش ايه الامكانيات اللي احنا لسه ما شفناهاش عند عمر مرموش وانت عارفها وشايفها؟ وايه طبعا اكيد عنده حاجات سلبيه زي كل اللاعبين. بص، هو عمر مرموش عنده سرعه، لعيب سريع وقوي وعنده فينيشنج كويس. يعني عمر مرموش في التدريبات معانا كان بيجيب جوان عامل زي الجون اللي جابه في ليبيا كده، جوان شكلها حلو جدا، جوان لازم تسقف لها. يعني فهو عمر مرموش عنده الفينش في انهاء الهجمه، لما بيبقى معاه التوفيق بتبقى شكلها حلو جدا، يعني ما بيجيبش جون شكله وحش، دايما جوانه شكلها حلو جدا وجوانه موفقه. يعني انما هو لعيب سريع ولعيب قوي، وواحده واحده بقى يبدا. عارف في مرحله اسمها مرحله الكهرباء، هو في مرحله الكهرباء اللي هو لا، هو مع اللعب الكتير مع اللعب الكتير هيبدا يتقل شويه في الملعب. طيب، زيزو بكره غالبا هيبدا مكان عبد الله السعيد، يبقى تالت في نص الملعب مع عمرو السوليه والنني، رايك ايه؟ زيزو هو اللي عامل شكل المنتخب مصر، يعني نزوله في التوقيت اللي بينزل فيه بيعمل تحرك وبيعمل أجواء للمنتخب المصري، ولأن هو لعيب جريء، وكرة القدم عايزة واحد عنده جرأة يمسك كورة ويروح ويرقص ويعدي ويغلط ويشوط والجون يطلعها، كل الكلام ده بيدي ثقة. فهو لما بيعمل الكلام دوت منتخب مصر بياخد ثقة، وهو بياخد ثقة. فزيزو من اللعيبة الكويسة جدا سواء بدأ أو حتى لو نزل. عايز أسألك سؤال عريض شوية، بس هو سؤال صادم برضه، وأنا عارف إن أنت ممكن تجاوبني عنه. التوقعات بتاعتنا كجماهير ومتابعين للاعبتنا على كل المنتخبات اكبر من الواقع؟ احنا سقف طموحاتنا بيبقى عالي قوي ولا تتناسب مع الامكانيات. يعني الطموحات للاسف في مصر اعلى من امكانيات كل الناس. اللعيبه كلهم لعيبه كويسه ولعيبه هايله، ولكن احنا عندنا مشكله كبيره يا كريم في التقييم. التقييم بتاعنا سريع قوي.
سريع قوي سواء التقييم الايجابي او التقييم السلبي. لعيب يجيب جون بقى احسن لعيب في مصر، لا في العالم بحسن مش عارف ايه يعني بالظبط. فالتقييم بتاعنا سريع جدا. انا عايز اقول لك على حاجه، امبارح كان الحفله بتاعه ذا بيست، محمد صلاح بقى له سنتين مكسر الدنيا صح. مكسر الدنيا ولسه ما خدهاش لغايه دلوقتي. ده احنا شايفينه شيء سلبي، وطبعا شيء سلبي لان احنا نتمنى ان محمد صلاح ياخد احسن لعيب في العالم طبعا. ولكن ده يديك برضو انطباع ان الموضوع يا جماعه يعني لا واحده واحده. ده سنتين احنا بشوط واحد يعني 45 دقيقه ممكن ننجم واحد نخليه خارق صح، وشوط واحد نفطس واحد ومدرب نخليهم ما بيعرفوش حاجه ولا يصلح، رغم ان هم كويسين وممكن يبقوا حاجه تكسر الدنيا بالظبط كده. فاحنا عندنا مشكله اصلا في التقييم. فانت لما تكلمنا عن ان الطموحات والامكانيات، لا احنا طموحاتنا وسقف طموحاتنا والجمهور من ساعه ما الانترنت فتح والدنيا بقت واسعه وبقوا بيتابعوا المباريات العالميه والكلام ده، حاسين ان هي كرة هي كرة. ما ليه ما نلعبش زي برشلونه؟ ليه ما نلعبش زي ريال مدريد؟ لا 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 لا، الحياة مختلفة والكواليتي مختلف والاتموسفير مختلف والجو مختلف والمناخ مختلف والعيشة مختلفة. يعني لما تكلمني عن ان مثلا، انا اقول لك حاجة دعابة يعني على ان محمد صلاح في احدى اللقاءات التلفزيونية لما يقول انا بفطر افوكاتو ولا بفطر مش عارف ايه وكام جرام مش عارف ايه، فالناس ايه ده، بص افطار محمد صلاح عامل ازاي. وفي نفس الوقت قفشه ومحمد شريف مثلا بيفطروا عربيه على عربيه فول، وناس تقول بصوا التواضع. ما هو يعني انا بكلمك على ايه، ان كواليتي ان الفول كلنا بناكل فول طبعا، بس في الاخر انت بتتكلم في حياه غير حياه خالص صح، فاهم قصدي؟ فما ينفعش ان احنا نقارن لعب هنا بلعب بره، ما ينفعش. الموضوع مختلف، الموضوع بعيد، فاهم قصدي؟ ليه منتخبات الجزائر، ليه منتخب الجزائر كل الناس منجماه ومطلعاه في العالي؟ لان معظم اللعيبه المحترفه محترفه بجد، عايشه حياه الاحتراف بجد، فاهم قصدي؟ فهي الموضوع يعني ما ينفعش ان احنا نعلى بسقف طموحاتنا قوي. زائد ان في نقطه مهمه جدا ودي بتمناها من المجلس الحالي للاتحاد الكوره، ان فعلا يبقى في خطه، يبقى في برنامج، يبقى في حاجه بتتعمل لصالح الكوره المصريه، ونقول ونصارح الناس ونقول يا جماعه احنا في خلال 3 4 سنين، مش 3 4 سنين، في خلال سنتين ما تطلبوش مننا بطولات بس هنطلع جيل كويس. ايوه ما تطلبوش. عارف المنتخب الالماني كنت لسه على السنه اهو اقول لك المانيا عملت كده. منتخب المانيا انا لعبت الجيل اللي خد كاس عالم ده. قالوا في وقت من الاوقات احنا هنشارك في بطولات، بس احنا البطولات بتاعت الناشئين والشباب دول مش هي دي التارجت بتاعتنا. احنا التارجت بتاعنا ان اللي بيشاركوا في المنتخبات بتاعت الشباب والناشئين دول هم دول اللي ياخدوا كاس عالم الكبار سنه كذا صح. بعد 10 سنين صح. وحصل لان الناس اولا خططت، اولا حطت برنامج وخططت له صح ونفذته على ارض الواقع وصرحت الجمهور. اذا بقى في شفافيه، بقى في انا قايل لك ان انا مش هاخد البطوله دي، بس قايل لك ان انا هيطلع لي 3 4 لعيبه من هنا. فالكلام ده ان شاء الله لو اتعمل في مصر، لان احنا دلوقتي بكاس الرابطه اللي موجوده بوجود الدوله بتدعم وبترجع جمهور والكلام ده كله، لازم نستفيد منه لان احنا عندنا امكانيات بشريه هايله. انت عارف انا كنت لسه بقول الكلام ده في المقدمه النهارده على الزمالك، لما الزمالك خسر النهارده من فاركو 2 والاهلي تعادل مع الجونه في اول مباراه في كاس الرابطه، قلت مش مشكله، يعني مش مشكله ان الحاجات دي تحصل، بس المهم ان الاهلي والزمالك مثلا يطلعوا يقولوا لجماهيرهم احنا داخلين البطوله دي بنستعد او بنطلع لعيبه عشان يكملوا معانا البطولات الرسميه، بس طبعاً. يبقى الامور فيها وضوح طبعاً. لكن احيانا بيبقى الموضوع ايه متساب، فالجمهور بيبقى ليه حق يهاجم وينتقد، انا الاهلي انا الزمالك انا ما اخسرش انا ما اتعادلش. بص هو الجمهور هينتقد في كل الاوضاع حتى لو انت طلعت اتكلمت، ولكن اللي فاهم من الجمهور هيستوعب الكلام بتاعك صح. وانا اعتقد ان احنا عندنا مشكله كريم، انت بتدخلني في شويه مشاكل والله في لا انا بس غير انت موجود معايا. عندنا مشكله في الـ في الـ في 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 مصر ان احنا في موضوع الاعلام، في موضوع الاعلام انت محتاج فعلا تنظم العلاقه ما بين المدربين وبين الاعلاميين، ما بين الانديه وما بين ما بين الاعلاميين. لان انت ليه ما يحصلش ان كل نادي يبقى فيه مؤتمر صحفي مره في الاسبوع مفتوح للناس ويتكلم؟ انت عارف انا لما روحت اتلتيكو مدريد معايشه مع سيميوني لقيت ان في ربع ساعه بتفتح للاعلام وسيميوني بيقف مع الاعلام
مرتين في الاسبوع وبيتكلم معاهم وبيقول لهم كل حاجه، ملوش دعوه بماتش ده يوم تمرين. فبيتكلم في شفافيه في الكلام ده كله. ف يعني ليه الكلام ده ما حصلش في مصر؟ ده يخليني بقى اخدك للنقطه اللي انا كنت بعرضها النهارده، وهي وهتقولنا يا جماعه الفيديو تاني. موسيماني واحد بيساله بعد مباراه الاسماعيلي عن كهربا، راح زق الموبايل وقع الموبايل من ايد الراجل بعصبيه شديده جدا. المشهد ده بالنسبه لك، وانا كنت بتكلم ان موسيماني تغيرت طباعه وشخصيته مع الوقت، انه بقى عصبي اكتر، بقى في بعض المبالغات في العصبيه، نجاحات مفيش خلاف عليها عند موسيماني، بس من حقنا برضو نقف عند الحاجات دي، مفيش مانع يعني مش لازم نقول ان الراجل مثالي، عنده بعض الاخطاء نشاور عليها. ده كان خطا كبير، وانت كنت بتقول لي حتى قبل الهوا عن حاجه ليها علاقه بشغلة المراسل وازاي الناس تتقنن يعني. لا يعني بص، هو الخطا مشترك، هو مش هنقدر نقول ان موسيماني غلطان 100% او المراسل غلطان 100%، بس هو عشان هو مدير فني النادي الاهلي، ولكن يعني خليني اقول ان 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 التوقيت بتاع، اولا الكلام ده ممكن يزعل مني ناس كتير من اصدقائي المراسلين، ولكن انا بقول واقع، مهنه المراسل في مصر مهنه ما بيحترمهاش ناس كتير، وده غلط يعني طبعا. لان هم شخصيات محترمه، كل اللي شغالين في المجال ده وفي المهنه دي ناس محترمه جدا، مجتهدين جدا، مؤدبين جدا، كويس ولاد ناس ومجتهدين جدا وكل حاجه، ومؤهلين جدا، ولكن خاصه في الجيل الحالي من المراسلين طبعا يعني. طبعا ولكن المسؤول عن المنظومه لازم يعمل حاجه تخلي في احترام، زي ما بقول لك العلاقه بين المدرب والاعلام، الاعلام اللي بيمثله المراسل، لان المراسل هو اكتر واحد بيتعامل مع المدربين في المباريات. صحيح. الميكسد زون ليه ما بتعملش في مصر؟ ليه ما يبقاش في مكان؟ انا افتكر واحنا في اليابان في كاس العالم للانديه، والله خلصنا تمرين ودخلنا اوضه اللبس، طلعونا من اوضه اللبس عشان لازم نمر من الميكسد زون، عشان اي صحفي اجنبي ساعتها يسالنا اي سؤال ولازم تقف تجاوب. بس انا اشرح للناس كمان الميكسد زون عشان احنا فاهمين. الميكسد زون دي هي عباره عن مكان مخصص للاعلاميين، يعني راجل مذيع تلفزيون، راجل صحفي، راجل مذيع راديو، وكل مجموعه من وسائل الاعلام دي بيبقى ليهم مكان مخصص في مكان كده داير ما يدور يعني، واللاعبين بيخرجوا بعد المباراه والجهاز الفني، وانت بتشاور للعيب تقول له عايز اعمل معاك لقاء. بالمناسبه في لاعب ممكن يقول لك لا انا مش حابب اتكلم، بس في لاعب تاني ممكن يتكلم ومدرب يتكلم، بس انت واقف في مكان مخصص ليك وليك وقت معين تتكلم فيه وما تزودش عن الوقت، يعني انت ممكن يبقى ليك مثلا دقيقتين، ما ينفعش تاخد دقيقتين ونص بالزبط. ما ينفعش انت تبقى راجل صحفي فتمسك كاميرا فيديو تصور بيها، لا لازم الراجل بتاع التلفزيون بس هو اللي ليه الحق انه يصور بيها. فيها تفاصيل زي ما الكابتن وائل بيقول مقننه تخلي الراجل ده يطلع بشكل محترم والناس كمان ما تحسش طبعا بعصبية. انما انت عندك المراسل هنا اللي بيعملوا بيتخانق وبينط من فوق السور وبيخش عشان عايز يعمل شغله، عشان انا بقول لك عشان عايز يعمل صبر. صح. فالكلام ده كله لازم يبقى فيه جهه منظمه للموضوع ده. لازم الراجل المراسل هو رجل اعلامي، هو زيه زي زي المقدم اللي موجود في الاستوديو، ولكن ده قاعد في الاستوديو وده قاعد في ارض الحدث او في ارض الملعب، ده بينقل المعلومه وده بينقل المعلومه بالظبط كده. انما انت عندك هنا هو الموضوع لا يعني في فممكن يبقى برضو من ضمن الحاجات اللي عند موسيماني ان انا ما يعني انا ما بدافعش عن موسيماني، ولكن بقول ان ده من ضمن الحاجات اللي تضايقه. انت فتحت الفيديو من غير ما تستأذن، ممكن في الاول تيجي تقول انا بعد اذنك عايز اعمل معاك حوار، انما ده انت جايب الكاميرا بالفيديو وكهرباء، زائد ان انت اصلا موسيماني في قصص على حوالين ان هو مش عايز كهرباء ولا عايز كهرباء ولا مش عارف ايه، فانت جاي تولع الدنيا يعني. هو المراسل او المذيع او المقدم او وات ايفر الاعلامي اللي عمل الحدث، هو عايز، هو الموضوع صعب. كان ممكن يلعبها بطريقه ثانيه خالص. انت تمام، انا همشي معاك. رد فعل بقى موسيماني لو انت في مكانه، هتبقى عندك نفس رد الفعل ولا ممكن تسكت وتمشي وتسيبه؟ كل واحد وليه شخصيته بقى يعني. انا لو مكانه ممكن اتعامل بطريقه تانية خالص، انما واحد غيرنا احنا انا وموسيماني ممكن اتعامل بطريقه ثالثه، فكل واحد وليه شخصيته. فموسيماني ممكن يعني بيعمل كده الكاميرا يعني مش عايز اتكلم، ممكن بقى في دي الموبايل وقع او احتك بالموبايل، ممكن يكون القصد ان هو يعمل كده على يعني يعمل كده انه مش ياخد الموبايل، هو اعتقد ان هو مش هيتخانق ان هو بيعمل كده قدام الكاميرا، فالايد جت قدام الكاميرا فالراجل توتر فالموبايل وقع. وارد، انا بديك سيناريوهات. انما في الاخر الاثنين او الطرفين ممكن يبقوا غلطانين. الطرف بتاع موسيماني ان هو ما ممكن ما يردش خالص ويمشي، وممكن يرد ويستفز الراجل اكتر، وممكن في مليون حاجه غير اللي حصل. صح. الراجل اللي مسك الفيديو او اللي عايز يعمل الفيديو ممكن
اسالك سؤالين ثلاثه واجرك لسؤال كهرباء يعني ممكن اعمل فيه كان ممكن تتلعب بذكاء انما هي الحدث حصل بالشكل ده. صحيح. كابتن وائل شرفتني ونورتني حقيقي، استمتعت جدا جدا جدا. ربنا يخليك كريم والله. وانا كمان والله استمتعت بالحوار معاك. انا ارجوك تكررها تاني. لا ان شاء الله يعني باذن الله. يعني وبعدين انا عايزك كمان ترجع للاعلام يعني تستاذن كابتن شوقي غريب شويه، اقول له عندنا شويه حاجات كده في الاعلام عايزين نعملها. لا ان شاء الله باذن الله خليني ماشي يعني في التدريب كده لما نشوف قصتها ايه. ربنا يخليك ان شاء الله باذن الله وموفق دايما وتيم الاعداد كله والناس الجميله اللي موجوده معاك، وتعملوا لنا حاجه مميزه كده دايما محترمه ويعني فيها هدوء، لان يعني مهم جدا ان احنا نتعامل مع اعلاميين زيك يا كريم كده عندهم حليك. ايه عندهم هدوء، ما عندهمش اجنده، ما عندهمش اغراض، بتقول الحاجه عشان تعلم الناس، لان هو الاعلام معناه انك تعلم الناس بمعلومه صحيح. معينه بفكره معينه بحاجه معينه وتقول الراي والراي الاخر، ودي حاجه مهمه جدا. ما تتبناش حاجه الا لو انت شايفها من وجهه نظرك دي صحيحه، وتدي فرصه ومساحه للطرف الاخر ان هو يقول رايه ويقول مساحته وياخد مساحته في الكلام. فانا اللي بشكرك على الحلقه الجميله دي، وبتمنى الناس تكون يعني شرفت ونورت. ربنا شرفت ونورت كابتن وائل. طيب معانا تصريحات من مدرب جامبيا. جامبيا عامله بطوله رائعه جدا في كاس الامم الافريقيه، في تصريحات خاصه لي رقم 10 من مدرب جامبيا، هنروح نتفرج عليها وبعدها نروح لفاصل وبعد كده نستقبل ضيفنا الكابتن الكبير كابتن احمد فوزي. خليكم معانا. تعادلنا امام مالي وهي نتيجه رائعه بالنسبه لنا، ونحن الان على قمه جدول الترتيب ولم يتوقع احد ذلك، خاصه بعد الفوز على موريتانيا. نحن لم نتأهل بنسبة 100% للدور التالي، ونأمل أن تساعدنا نتائج المباريات القادمة لنحسم التأهل لدور 16، وأن تكون مباراتنا القادمة سهلة، وسيكون من الجيد أن نحصل على نقطة واحدة تضمن لنا التأهل للدور القادم. في الوقت الحالي أنا فخور بأداء فريق جامبيا، ونحن نحقق تقدما تكتيكيا رائعا، وأنا فخور حقا بفريقي، وستكون حقا معجزة تاريخية إذا تمكننا من التأهل.